أهلا بكم إلى الموجز الاقتصادي. انخفضت مبيعات البنك المركزي العراقي خلال مزاده لبيع وشراء العملات الأجنبية لتسجل 196 مليون دولار. وقال بيان للبنك المركزي إن الانخفاض بلغ نسبته 4.65%، غطاها البنك بسعر صرف أساس بلغ 1460 دينار لكل دولار، بينما ذهبت المشتريات البالغة 188 مليون و92 ألف دولار لتعزيز الأرصدة في الخارج على شكل حوالات واعتمادات، فيما قامت المصارف بشراء 8,750,000 ألف دولار بشكل نقدي. سجلت أسعار الذهب ارتفاعاً في الأسواق المحلية العراقية، وسجل سعر المثقال الواحد عيار 21 من الذهب الخليجي والتركي والأوروبي 367.5 ألف دينار للبيع، في حين بلغ سعر الشراء 361.5 ألف دينار. أما سعر بيع المثقال الواحد عيار 21 من الذهب العراقي فقد سجل 337.5 ألف دينار، في حين بلغ سعر الشراء 331.5 ألف دينار. وفيما يخص أسعار الذهب، فقد في محال الصياغة يتراوح سعر بيع مثقال الذهب الخليجي عيار 21 بين 370,000 و375,000 دينار، فيما يتراوح سعر بيع مثقال الذهب العراقي بين 340,000 و345,000 دينار. أعلنت هيئة الإحصاء السعودية عن ارتفاع حجم التبادل التجاري بين العراق والسعودية إلى 15% خلال العام 2020. وقالت الهيئة إن قيمة التبادل التجاري بين البلدين في العام الماضي بلغت نحو مليار دولار، توزعت ما بين صادرات سعودية بقيمة 900 مليون دولار، بينما بلغت قيمة الصادرات العراقية نحو 12 مليون دولار فقط. ارتفعت الأصول الاحتياطية للبنك المركزي الأردني بنسبة 0.3% حتى نهاية آذار الماضي مقارنة مع الشهر السابق له. وقال البنك المركزي الأردني إن الأصول الاحتياطية بلغت 12 مليارا و926 مليون دينار، بما يوازي أكثر من 18 مليار دولار بنهاية الشهر الماضي. وعلى أساس سنوي ارتفعت الأصول بنسبة 5.6% صعوداً مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي. تسارع تعافي اقتصاد الصين بوتيرة قوية في الربع الأول من هذا العام من تراجع ناجم عن فيروس كورونا في وقت سابق من العام الماضي، إذ تلقى الدعم من طلب أقوى من الداخل والخارج واستمرار دعم حكومي للشركات. وكشفت بيانات رسمية إن الناتج المحلي الإجمالي للصين قفز بوتيرة قياسية قدرها 18.3% في الربع الأول من 2021 مقارنة مع نفس الفترة قبل عام، وهذه الزيادة هي الأقوى منذ عام 1992 على الأقل، حين بدأ الاحتفاظ بسجلات فصلية رسمية، وجاء الارتفاع بدعم من تدابير صارمة لاحتواء الفيروس وإنقاذ مالي طارئ للشركات. تراجعت قيمة البيتكوين 7.7% مقارنة مع الإغلاق السابق للسوق العالمية، وبلغت قيمة العملة المشفرة الأكبر والأشهر في العالم بيتكوين نحو 55.5 ألف دولار بعد أن فقدت من قيمتها أكثر من 4,500 دولار، فيما انخفضت قيمة إيثر العملة المرتبطة بشبكة سلسلة الكتل إيثريوم 6.5% عن إقفالها السابق. ختام الموجز، إلى اللقاء.